بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي في الدرس الأول من ماتلاب. في الدرس الأول ده بس هنبدأ نتكلم عن حاجة بالنسبة لماتلاب، إن هو بيتعامل دايما مع المصفوفات. تعامل ماتلاب من ساعة ما اتبنى في البداية خالص إن كل تعامله يكون مع مصفوفات. احنا دلوقتي واحنا بنتعامل معاه كأننا بنتعامل مع أي برنامج برمجة تاني، مش حاسين بموضوع المصفوفات ده قوي، بس البيز بتاعه دايما هو المصفوفة. عشان كده لما نيجي نقدر نبرمج فيه لازم برضك نتعلم المصفوفات وازاي ندخلها للماتلاب وازاي ندخلها بطرق مختلفة للماتلاب. هنبدأ بأول طريقة بدائية خالص في الماتلاب. احنا الأول نمسح الشاشة سي بي سي زي ما خدنا المرة اللي فاتت كده، مسحنا الشاشة. وبعد كده هنبدأ في إدخال المصفوفات. هناخد متغير مثلا A تساوي، بنفتح قوس مربع ونكتب في القوس ده الأرقام اللي احنا عاوزينها. لو انت عندك مصفوفة عبارة عن صف واحد واحد اتنين تلاتة، تلات عناصر، بنكتبهم ازاي؟ واحد مسافة، اتنين مسافة، تلاتة، وتقفل القوس اللي هو المربع وتدوس انتر. كده يبقى هو دخل عنده مصفوفة واحد اتنين تلاتة متسجلة في الفاريبل اللي اسمه ايه. لو انت في طريقة تانية ان انت بدل ما تحط مسافات ممكن تحط كومة، يبقى انت كل فيها ان انت بتحط كومة. طبعا انا جبت الامر اللي فات ان انت لو دوست سهم فوق هجيب لك اخر امر انت عملته، لو دوست سهم كمان هجيب لك الامر اللي قبليه، وعشان تقدر تعدل فيه بسهوله ما تضطرش انت تكتب الامر كله من جديد. كده احنا دخلنا صف. طب عاوزين ندخل عمود، هنعمل ايه؟ بدل ما بنحط كومه هنحط سيمي كولون اللي هي فاصله منقوطه. هنقول مثلا بي تساوي واحد سيمي كولون اتنين سيمي كولون تلاته، وتقفل قوس وتدوس انتر، هيدخلها لك كعمود مش كصف. فاقي بس الكومه من سيمي كولون يقلب لك العمود صف. طيب انت عاوز تدخل مجموعه من الصفوف، مجموعه من الاعمده، مثلا ماتريكس 2 في 2. هتقول ماتريكس سي تساوي واحد مسافه 2 سيمي كولون 3 مسافه 4، تقفل براكت تدوس انتر هيطلع لك السي. طب في طرق تانيه، لو عندك ماتريكس 3 في 3 مثلا، نقول ماتريكس دي تساوي، فتحنا اول قوس اللي هو المربع واحد اتنين تلاتة، المفروض عند الصف اللي بعديه هعمل ايه؟ هدوس انتر. اربعة خمسة ستة وادوس انتر، سبعة تمانية تسعة، واقفل القوس المربع اللي عندي وادوس انتر هيسجلها لي برضك بنفس الطريقة. كده يبقى احنا جبنا اكتر من طريقة لادخال الماتريكس جوه الماتلاب. في لسه برضك طرق تانية ممكن نستخدمها. لو انت عندك الماتريكس ديت عندها مثلا نقول 10 قيم من 1 لـ10، 1 2 3 4 لغاية 10، هتقول مثلا ماتريكس A تساوي، وتفتح القوس واحد مسافة 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وقفلنا القوس ودوسنا انت حطها لك. طب انت هتقعد تكتب كل الكلام ده كل مره كتير برضك، لو بالذات لو انت بتتكلم مثلا في 100 عنصر 200 عنصر، طبعا مش هتقعد تكتبهم كلهم. الطريقه ان احنا ممكن نقول ايه تساوي، ونفتح القوس مثلا اول عنصر في البدايه واحد، بعد كده النقطتين فوق بعض 10، ونقفل القوس. هيفهم من النقطتين ورا بعض ان انت عندك هتدخل القيم من 1 إلى 10 في الماتريكس دي. طيب لو انت قلت له من 1 نقطتين 2 نقطتين 10، هيفهم من ان انت عاوز تدخل ماتريكس ايه 1 3 5 7 9، معناها العنصر الاول يساوي 1، العنصر الاخير اللي هو 10 يمشي بستيب 2، يعني هيضيف على كل عنصر 2، يبقى الاول 1 يضيف 2 تبقى 3، يضيف 2 تبقى 5، يضيف 2 7، يضيف 2 تبقى 9، يجي يضيف 2 عشان يوصل لعنصر 10 يلاقي نفسه وصل ل11، يبقى يقف عند 9 ما يكملش بعديها. ممكن نخليها بالنقص، يعني ممكن تقول له ايه بي تساوي مثلا 10 نقطتين سالب 1 نقطتين 0، ونقفل القوس هيطلعها لك 10 9 8 لغاية ما يوصل مثلا للصفر. ممكن تدخله في اعداد نيجاتيف تقول سالب 3 بس هيطلعها لك. كده احنا دخلنا حاجات كتير. طب عاوز تعملها كسر، اوكي مفيش مشاكل،
اعملها بدل سالب واحد سالب نص، ونشوف في سالب نص طاقية العرض هيعرضها لك ازاي. طاقية العرض المواد اختلفت شوية، طبعا طلعت الأعداد كتير، من 10 لسالب 3 بستيب ناقص نص، طبعا أعداد كتير جدا، 27 عدد. طب ال27 دول هيعرضهم في صف واحد؟ ما يقدرش، وخصوصا الأعداد فيها كسور، فبيضطر إن هو يكتبها إيه، 4 خانات ورا العلامة العشرية، فبيضطر إن هو يكتبها بالطريقة ديت، إن هو يكتب كولوم واحد سو 8 في الصف الأولاني. ده معناها إن الصف ده فيه من أول الكولوم رقم واحد لغاية الكولوم رقم 8، وتيجي تعدهم هتلاقي إن هنا أول واحدة اللي هي 10، بعد كده 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6.5 1 2 3 4 5 6 7 8 دول 8. السطر اللي بعديه من 9 ل 16، اللي بعديه من 17 ل 24، اللي بعديه من 25 ل 27، وهم دول ال 27 عنصر اللي احنا دخلناهم. طب انا عاوز اتاكد من عدد العناصر، هنلاقي في الورك سبيس اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت وقلنا ان هي بتعرض عدد المتغيرات، هنلاقي ان هو بيكتب لك ان ده المتغير اللي اسمه بي عبارة عن 1 في 27 دبل. دي نوعية الماتريكس ان احنا مستخدمين الديفولت بتاع الماتلاب ان هو بيشتغل الاعداد كلها دبل، دي بتبقى في فورمات معينة في الماتلاب عشان يقدر يعرض الاعداد، في فورمات لونج وفي فورمات شورت، في فورمات اكتر من نوع من الفورمات اللي هو عدد الارقام اللي بعد العلامة العشرية، فالدبل ده اللي هو بيبقى 4 اعداد بس بعد العلامة العشرية، فدي ماتريكس 1 في 27 وعرضها لك في الورك سبيس وكتبها لك كده. طيب بنفس الطريقة لو انا عاوز ادخل ماتريكس تانية بس ايه متداخلة كتير مع بعضها، حاجات كتير مختلفة، يعني مثلا ماتريكس هنقول 1.2.2 10 برضك هيطلع لنا كام عنصر؟ هيطلع لنا 5 عناصر. سيمي كولون، انزل السطر اللي بعديه 3 4 5 9 8 9، انزل السطر اللي بعديه هكتب له مثلا من 10 ل 6، واقفل الباكتس وادوس انتر، طلع لنا ماتريكس 1 3 5 7 9، 1 3 4 5 8 9، ما ظهرش اخر واحدة خالص اللي هي من 10 ل 6، وده لسبب مهم جدا، ان من 10 ل 6 عشان يقل من 10 ل 6 طبعا ما يقدرش، ليه؟ ان 10 اكبر من 6، فكان لازم تحط مثلا ستيب ناقص 1. تقدر تكتب من 6 ل 10 وبياخد الديفولت بتاعك ان هي الواحد، ان الستيب بتاعتك تكون الواحد، انها من 10 ل 6 ملقاش اعداد، سابها لك فاضية كماتريكس فاضية ما فيهاش اي حاجة، عشان كده ما عرضهاش. فانت عشان تعملها تزود الستيب بتاعتك ناقص 1 وتخليها بالطريقة دي، تبقى 10 9 8 7 6. عاوزين برضك نشوف حاجة زي رسائل الخطأ اللي ممكن تطلع وانت شغال، ان دايما لازم تتعلم ان رسالة الخطأ هي اللي هتعلمك انت غلطت فين والصح بتاعها ايه، ولو فهمت رسالة الخطأ هتقدر تعالج الخطأ بتاعك بسهولة. لو ماتريكس زي اللي فوق دي بالظبط، بس بدل الستة دي خليتها 5، يعني زودت عنصر في الاخر، دي رسالة الخطأ اللي هتطلع لنا. فرسالة الخطأ ده بيقولك ان الماتريكس المفروض تكون متساوية، لازم عدد الصفوف، عدد الاعداد في الصفوف يساوي عدد الاعداد في الصف اللي بعديه يساوي عدد الاعداد في الصف اللي بعديه، ونفس النظام بالنسبه للاعمدة. طبعا لما انت تزود واحد رياضيه مش مقبوله وبرضك في الماتلاب مش مقبوله، فهي دي رساله الخطا اللي بيطلعها لك، يعني بيقولك ان كل الصفوف لازم تكون هاف ايه سيم نمبر اوف كولوم، يعني كل الصفوف لازم تكون عندها نفس عدد العمدان. فدي مثلا من احد رسائل الخطا اللي عندك. لو احنا دلوقتي استخدمنا فاريبل اسمه A و B و C و D، لو جينا على فاريبل اسمه F ودوسنا انتر طلع لك undefined function of variable F، يعني انا ما عنديش فاريبل اسمه F، دي برضك رسالة خطأ لما تستخدم فاريبل وما تستخدم اسم فاريبل وانت نسيت تذكره فوق، او ان انت نسيت تحط له قيمة، لازم تحط له قيمة عشان يقدر يستدعي.
لو انت عاوز تعرض الماتريكس اسمها دي بتدوس دي انتر يطلع لك قيمة الماتريكس. لو الدي مش موجود هيطلع لك نفس الايرور اللي موجود فوق undefined function of variable دي. كده احنا اتعلمنا اكتر من طريقة ادخال الماتريكس. طب العمليات داخل الماتريكس، الماتريكس احنا المرة اللي فاتت اخدنا ازاي تجمع وتضرب استخدام ماتلاب كآلة حاسبة. طب ازاي تعمل عمليات حسابية وانت جوه الماتريكس؟ يعني لما تيجي تدخل ماتريكس ونفترض ايه مثلا، وجوه الايه ديت رحت كاتب ان انت عاوز اول عنصر 1+3، تاني عنصر 4+6، تالت عنصر 3+2، رابع عنصر 6+9، وقفلت القوس. هو بيعمل ايه؟ بينفذ العمليات الحسابية وطلع لك النتيجة في الاخر 1+3=4، 4+6=10، 3+6=9، 6+9=54، ويعرضها لك كماتريكس في الصيغة النهائية. طب افرض انت عاوز تكتب 3000 او مثلا 3×10^6، احنا بنكتبها في الآلة الحاسبة ازاي؟ 3×10^6 وكده يبقى بيحط لك 6 أصفار بجانب الايه التلاتة. في الماتلاب بنحط اي، علامة الاي سواء كابيتال او سمول هو بيقبل الاتنين، فهتقول له ان الاي دي مثلا هنزود لها عنصر في الاخر خالص اللي هو 3e4 وندوس انتر، هيطلعها لك ايه 3 وجنب منها 4 أصفار. طبعا لو حطيت اس سالب هيبردك هيطلعها لك بنفس الطريقة. اوكي، لو حطيت اس سالب بقت ايه 3×10^4 يبقى 0.0003، يبقى يحطها لك 3 من ايه من 10000. لو جربناها بدل اي كابيتال اي سمول حطيناها اي كابيتال هيطلعها لك برضك بنفس القيمة، ان هو بيتعامل مع الاي سمول زي الاي كابيتال بالظبط. لو مثلا عاوزين نعرض اعداد مركبة، الاعداد المركبة في جزء تخيلي وجزء حقيقي، الكومبلكس نمبر عندك الايماجيني وعندك الايه الريال، فبتدخلها الماتلاب ازاي؟ لو انت عندك هدخلها مثلا عدد متغير 3+2i، 3+ احنا في الطبيعة بنكتب i 2، يعني بنكتب الاي ده اللي هو الرمز بتاع التخيلي وبعد كده بتكتب جنبيه الرقم بتاعه. في الماتلاب العكس، بتكتب العدد الاول بعد كده الاي، هيدخلها لك 3+2i. طب اشمعنى؟ لو انت كتبتها له i 2 هيقول لك undefined function of variable i 2. ليه؟ ان هو اعتبر ان الاي 2 ده متغير عنده والمتغير ده مش موجود. المتغيرات في الماتلاب لما تيجي تدخلها قلنا المره اللي فاتت ان هي سنسيتيف قوي للكابيتال والسمول، وبرضك مفيش متغير اوله رقم، يعني ما ينفعش ان تكون المتغير ده اول حاجه في اول حرف في المتغير رقم، يعني ما تقولش متغير اسمه 2 اي ار اي ار مثلا، طبعا ما يقبلوش اساسا. يبقى لازم اول حرف يكون اول حرف يكون ايه حرف عادي عندنا ما يتحطش فيه رقم، ممكن يكون كابيتال ممكن يكون سمول مفيش مشاكل، ممكن يكون يكون جواه ارقام مفيش اي مشاكل، يعني ممكن تكون مثلا يو 7 8 ار تي تساوي 9، هيعمل لك متغير اسمه يو 7 8 ار تي تساوي 9، ما عندوش اي مشاكل. ممكن تحط شرطه اللي هي اندر سكور برضك يخزنه لك بنفس الطريقه، بس مش كل حاجه بتنفع، يعني ما تقدرش لو واحد حطينا له ناقص هيرفضها منك ان هيعتبر الناقص دي علامة انت شغال بيها فغلط بالنسبة له. اي علامة يعني في علامات معينة ما تنفعش، لو قلت له يساوي برضك بالنسبة له غلط، في حاجة غلط عنده، فمش كل العلامات برضك بتنفع معاه. اوكي، فانت برضك نحرص موضوع اسامي المتغيرات. فاحنا نرجع بقى للاعداد المركبة، بتكتب الاول العدد بعد كده 3+2 اي هيدخلها لك على المركب. لو كتبت الاي دي كابيتال هيرفضها مش هيقبلها، ما بيتعاملش غير مع الاي وهي سمول على انها عدد مركب. طب انت عاوز تكتب الاي الاول، خلاص يبقى اكتبها 3+i^2 كده هيقبلها منك ان هو الاي ده اللي هو العدد التخيلي بتاعه وضربه في الاتنين. ممكن تكتب اي في 2 الاول، ممكن تكتب 2i+3
ملهاش علاقة البداية، تبدأ بداية بتخيلي ولا حقيقي. ممكن تعمل كل العمليات الحسابية اللي انت بتعملها على الأعداد المركبة جواه. يعني مثلا لو عملنا متغير اسمه دي تساوي 2i + 5، وقلنا احنا عاوزين دي أس 2، هيطلع لك قيمته 21 + 20i. اوكي، لو انت عاوز تخليه مثلا تاخد الدي ده وتجمعه على 5، هيجمعها لك على العدد مثلا الحقيقي، يبقى 5 × 5 = 10، وتخيلي فضل زي ما هو. الدي دي زائد 5 + 3i، جمع لك الحقيقي على الحقيقي والمتغير على المتغير، وهكذا. كل العمليات الحسابيه ممكن تعملها بطريقه طبيعيه جدا على الكومبلكس نمبر بسهوله جدا بالنسبه لك. وهنتعلم لما نخش في الفانكشن حاجات كتير عن الكومبلكس، ازاي تعمل كل حاجه بدل ما تعملها بايدك، ان انت تجيب الريال، تجيب الايمجري، تجيب الماجنتيود، تجيب الزاويه، تجيب كل حاجه انت عاوزها عن طريق مجموعه من الفانكشن موجوده في الماتلاب، هنتعرف عليها بعد كده. حاجه تانية، نمسح الشاشه. وبالنسبه لمهندسين كهربا بيتعاملوا دايما عن الاي على انها التيار او الكارنت بتاعنا، فلما جينا نستخدم الكومبلكس نمبر مع العمليات اللي هي فيها تيار وفولت وكلام من ده، عمل مشكله معاه، فاضطروا ان هم يستخدموا بدل الاي يستخدموا جي. عشان كده لما تلاقي عمل لهم حرف الجي يشتغل مكان الاي، يعني تقول له مثلا 3 + 2j، يقبلها منك على انها عدد تخيلي، ويكتبها لك بس في الماتلاب جوه 3 + 2i، يعني انت كتبتها جي، هيعرضها لك برضك على انها اي مش جي، ان هو عنده جوه بيخزنها اي، بس في الحاله الخاصه دي بس شالك الجي وحط مكانها اي عشان تستخدمها عادي بالنسبه للناس اللي بتحب تستخدم الجي مكان الاي زي مهندسين كهرباء. نمسح الشاشه. لو احنا مش عاوزين المتغيرات اللي احنا استخدمناها دي كلها، هنعمل كلير وندوس انتر. برضك نضفنا الاثنين، نضفنا الشاشة بتاعت الماتلاب ونضفنا شاشة الكلير. اوكي، احنا دلوقتي عاوزين نعمل مجموعة من العمليات الحسابية داخل الماتريكس، ونفترض ان احنا عندنا ماتريكس ايه، وهنعمل جواها مجموعة من العمليات الحسابية زي اللي احنا شفناها. يعني عاوزين ندخل كومبلكس نمبر، نستخدم اللي هو العدد ونحطه جنبيه مجموعة من الاصفار، نستخدم العدد ونضربه في مثلا اي اس سالب 4، نعمل جمع وضرب وضرب، نعمل كل حاجة جوه الماتريكس على مجموعة من الاليمنت. يعني مثلا نقول 1 + 3، ده الاليمنت الاولاني. الاليمنت التاني خلولي 4 × 5، التالت 3 × 2 سيمي كولون، هنزل الصف اللي بعديه 1 - 5. بعد كده هنخش مثلا في الأس 2 + 3، 9 + 5، كأنك جبت الجزء كده. عملنا 3 عناصر كمان، ننزل الصف اللي بعديه 2 + 3i، 4 + 5j، 2i + 5. ننزل كمان صف نشوف بقى الحرف الاي، 3e2 مسافة، 4e < 2 مسافة، 5e3، ونقفل القوس بتاع الماتريكس وندوس انتر. عرض لنا الماتريكس بالطريقة ديت. لو نلاحظ هنلاقي المواد عرضها لنا بطريقة مختلفة، اللي هو كتب لك 1 × 3. عشان يقدر يعمل طريقة العرض ديت، لقينا ان في اعداد هتبقى كبيرة واعداد تبقى صغيرة زي دول، وفي اعداد فيها كسور واعداد مفيهاش. فطبعا عشان يقدر يعرض الكلام ده كله، اضطر ان هو ياخد عامل مشترك من الماتريكس كلها. العامل المشترك اللي هو اخده اللي هو 1 × e + 3، يعني اللي هو الالف. يعني الماتريكس دي كلها مقسومة على الالف، يبقى انت عشان تجيب اي إليمنت هنا جوه هتضاوف كام؟ تضاوف الالف. ونشوف الإليمنت، 1 + 3 = 4،
طبعا كتاب لك أربعة من ألف، تضربها في ألف تديك الإيه الأربعة، أربعة في 25 أعطى لك مثلا 2 من 100، وتضربها في الألف يديك الإيه 20، التلاتة على 2 بإيه ب1.5، وتضربها في الألف، وهكذا. 1 ناقص 5 بسالب 4 من 1000، وتضربها في 1000، وحط لك الكومبلكس نمبر، وحط لك الكومبلكس نمبر التاني والتالت بتلات طرق مختلفة اللي احنا عرضناها. وكتب لك الخمسة قيس 3، كتب لك 4 قيس أس سالب 2، كتب لك مكانها ايه؟ مكانها أصفار. هل ده يعني ان العنصر ده مش موجود؟ طبعا ده لا يعني الموضوع ده خالص. وكتب لك الأصفار ديت ان احنا قلنا الديفولت بتاعه ان احنا بنشغلين دبل، فبيعرض لك 4 خانات عشوائية بس، انما هو موجود بس متخزن جوه الماتلاب بس مش هيظهر لك على الشاشة. لو جيت عملت اي عملية حسابية على الماتريكس ديت هتلاقي ان ده بيتعامل معاك كأنه عدد عادي خالص مفيهوش اي مشاكل. يعني لو جبت قيمة الماتريكس وضربتها مثلا في 1000 هيجيب لك العدد ده عادي جدا، اللي هي 4 في اي اس سالب 2 يعني تقريبا 4 من 100، تضربها في 1000 يديك ايه؟ يديك القيمة بتاعتك. فهو عشان كده بس متشالة قدامك اصفار، بس هي موجودة ومتسجلة جوه الماتلاب كقيم. وكده احنا انتهى معانا الدرس الاول، بس اهم حاجة نركز في طريقة ادخال الماتريسيز ان دي اهم حاجة بالنسبة للماتلاب في طرق الادخال، ان ده اللي بيتبنى عليه شغل الماتلاب كله عامة. وشكرا. بدل ما السي دي هنخليها اف وندوس انتر، هتلاقيه هنا خزن لك فانكشن في الورك سبيس اسمها اف. الاف دي 1 في 100، يعني هي الفانكشن بتاعتنا اللي هي 100 عنصر من 0 ل 10. عاوز تعرض قيمة الاف بتدوس اف وانتر ويعرض لك قيمة الايه المية عنصر. فالسيمي كولون عندنا عشان خاطر ما تعرضلكش القيم. طبعا انت لو شغال فانكشن فيها مثلا خمس ست اوامر كل سطر فيه مجموعة الاوامر بتاعته، ما حطيتش السيمي كولون هتلاقي الصفحة عمالة بتطلع وتنزل، حاجات عمالة تتنفس كتير جدا، الماتلاب ممكن يهنج منك او يعملك مشكلة. هو طبعا مش هينهنج على طول، انما هتفضل الصفحة تتملي لدرجة ان انت هيقعد يلغي القديم ويحط مكانه سطور جديدة، فطبعا ما يبقاش ليها اي لازمة. فنفتكر دايما نحط السيمي كولون لو احنا مش عاوزينه يعرض النتائج على الشاشة. نمسح الشاشة بقى ان هي اتملت، وناخد اخر فانكشن عندنا. ايه اخر حاجة عاوزين نشوفها؟ اللي هي دلوقتي انت دخلت فاريبل اسمه اف 100 عنصر، انت عارف ان هو 100. طب افرض انت وانت شغال في البرمجة ما بيبقاش قدامك الورك سبيس، ماشي، هنشوف الحاجات دي بعد كده. انت مش شغال في البرمجة مش قدامك الورك سبيس، طب انت عاوز تعرف عدد عناصر الماتريكس دي قد ايه؟ هنعرفها ازاي؟ هتقول له عندك فانكشن اسمها لينس، وتفتح قوس وتكتب الفانكشن بتاعتك. الفانكشن اللي هي ايه مثلا اف، ونقفل القوس. كتب لك 100، يعني عدد العناصر بتاعت الاف دي ايه 100. طب انا عاوز ماتريكس تانية، هناخد ماتريكس من اللي احنا كنا عاملينهم المره اللي فاتت، كان في ماتريكس كبيره عملناها المره اللي فاتت عشان خاطر عاوز اوريكوا حاجه. طب اللينس ده جاب لك طول الماتريكس قد ايه؟ طب افرض الماتريكس دي حاجه زي دي، الايه هنا ديت 4 في 3، طب هو هيطلع لك ايه؟ هتقول له لينس، تفتح قوس وتكتب ايه، قال لك 4. طب هي عشان 4 في 3 اعتقد 4. طب نجرب حاجة تانية، ناخد ماتريكس تانية خالص مثلا زي الماتريكس اللي احنا فوق عملناها فوق من شوية. هاخد ماتريكس اقول له جي تساوي، هفتح مثلا كده قوس الماتريكس اقول من 1 الى 10، سيمي كولون، من 20 الى من 1 ل10 تاني، مش هغير انا مش هستفيد قوي بالعدد اللي جواه، واقفل ده واحط سيمي كولون عشان مش عاوز اعيد للناتج. دي طلعت لك ماتريكس ايه؟ ماتريكس 2 في 10. احنا فوق عطانا ايه؟ عطانا رقم 2، عطانا كانت الماتريكس 4 في 3، وقلت له هات لي اللينس بتاع الايه، راح اعطيك ايه؟ اعطيك 4. طب هنا عاوز اقول له هات اللينس بتاع الجي، اعطاني 10 ما اعطانيش الاتنين. المفروض لو عمل زي اللي فوق كان يديني الاتنين. في الامر لينس بيجيب لك
اطول حاجه، يعني يجيب لك اذا كان الصفوف او الاعمده، شوف مين الاطول من الصفوف والاعمده قيمته اكبر ويطلع لك القيمه. طب انت عاوز تعرف بالظبط قد ايه، يعني عدد الصفوف قد ايه وعدد الاعمده قد ايه، هتلاقي فانكشن تانية اسمها سايز، يعني الحجم، بتقول سايز وتكتب جي ونقفل القوس وندوس انتر، هيجيب لك 2 و10، العدد الاولاني اللي هو عدد الصفوف، العدد التاني اللي هو عدد الاعمده. لو قلت له السايز بتاع الايه هيقول لك 4 3، 4 و3، يبقى العدد الاولاني الصفوف والعدد التاني الاعمده. لو قلت له مثلا السايز بتاع حاجه زي الكبير، حاجه من الكبار دول اللي هي الاف، هيطلع لك كام؟ يطلع لك 1 و100، يعني صف 1 و100 عمود كده. يبقى هو انت بتقدر تعرف منه الحجم بتاع المصفوفه اللي انت شغال فيها، اوكي، سواء انت محتاج اطول حاجه خالص، او لو هي فيكتور مثلا صف 1 زي 100 عنصر الحاجات اللي احنا شفناها، هتقول له مثلا تستخدم ام لينس على طول. لو انت عاوز بقى حجمها عدد الصفوف قد ايه وعدد الاعمده قد ايه، هتستخدم ام سايز. احنا كده عرفنا فانكشن كتير جدا النهارده، تقريبا عدت ال 30 فانكشن. زي ما قلت لكم الورقه والقلم دايما معانا، نسجل اسماء الفانكشن ونسجل ايه اللي بيخش لها ونسجل ايه اللي بيطلع منها، ويسجل ترتيب الحاجه اللي بتخش عشان امن زي لين سبيس ما نتلخبطش فيه، وندخل مثلا النهايه قبل البدايه، او الستيب اللي هي عدد الاليمنت قصدي قبل النهايه. وطبعا دي بتعمل مشكله ان مش هتنفذ لك زي ما انت عاوز وزي ما انت حاطط في دماغك. وشكرا.